عساها ولو أوقفوني حقوقي حقوق دم في عروقي ولن أنساها ولو أوقفوني حقوقي دم في عروقي ولن أنساها ولو أوقفوني. الأستاذ عبد العزيز فوقني مفوض قضائي بالدار البيضاء، النائب الأولي رئيس الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، رئيس سابق للهيئة الوطنية. نقف اليوم وقفة إجلال، وقفة الكرامة، وقفة احترام القانون. نقف اليوم ضد مشاريع الذل، ضد مشاريع الاستحمار. نقف اليوم لأن بلادنا تعرف مشاريع جد خطيرة ستهوي بها إلى الهاوية نتيجة سياسة الترقيع وسياسة لا مسؤولية الممارسة من طرف وزارة العدل. فاليوم إن كنا نقف هنا نقف من أجل إصلاح حقيقي وليس إصلاح صوري. أتمنى أن وزارة العدل تفهم الرسالة، وأتمنى من البرلمان مستقبلا أن يراجع جميع المشاريع. تحياتي لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.